السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين النهاردة يعني الصورة غنية عن التعريف. زي ما انتم شايفين كده عندنا ايه؟ محاشي. عندنا نوعين من المحاشي حبينا ان احنا نعملهم مع بعض. زي ما انتم شايفين كده المحشي ما شاء الله ما خدش معانا وقت خالص، وايه يعني بسرعة كده كنا عاملين احلى طبق محشي. زي ما انتم شايفين احنا عاملين بتنجان وعاملين ايه معاه فلفل ومع ملوخية خضراء ومع افراخ. زي ما انتم شايفين كده عاملينها بحالها بس مش محشية، ومحمرينها كده الفرخة على ايه بواحدها كده بدون ما نقطعها، لان شايفين زي ما تكون ايه صغيرة كده، ما حبيناش ان احنا ايه نقطعها. اول حاجة زي ما انتم شايفين كده في حلة على البوتاجاز بنحط فيها مية ايه تسخن او تقلب زي ما انتم شايفين، علشان ان احنا مكتفين الفراخ وعلشان ان هي ما بتفرطش معانا وتفضل محافظة على شكلها، لازم ان احنا ايه نحطها بس المية ايه تسخن او المية ايه تقلب، علشان ان كل حاجة ايه تروح ماسكة والجلد كرمش كده. زي ما انتم شايفين كده احنا حطينا الفراخ وهنستنى عليها ايه لغاية لما تقلب تاني، علشان ايه نشيل الريم اللي على الوش او اي حاجة مثلا غير مرغوب فيها، لان انتوا عارفين الفراخ دي مش ينفع ان احنا ايه نشوحها ولا اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين كده الفراخ قلبت وشلنا الريم اللي على الوش، وبعد كده ايه جبنا البوكيه جرنيه اللي انتوا شايفينه ده، وهو عبارة عن ايه بصل جزر طماطمايه ولورا، بنحطهم كلهم وحبهان بنحطهم على ايه على الفراخ علشان الكل ايه يتنكه. زي ما انتوا شايفين ده منظر الفراخ بعد ما استوت. شوفوا يعني احنا بنجيب علشان ان احنا نختبرها بنجيب سكينة او شوكة، ونجيب مثلا ايه ندخلها كده في اللحم ونشوفها تغرز معانا ولا لا. زي ما انتوا شايفين كده الفراخ ما شاء الله استوت معانا، ودلوقتي ايه هنخرجها، وبعد ما نخرجها هنسيبها تلم شوية كده اهوت وتبرد، وبعد كده ايه نحمرها. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله الفراخ بعد كده ايه زي ما انتوا شايفين كده احنا بنضيف لها الملح في الاخر، وبعد كده ايه نخليها 5 دقايق، وبعد كده ايه نرفعها. زي ما انتوا شايفين كده في حلة عايزين نعمل التسبيكة، بنحط فيها اي مادة دهنية انتوا تفضليها، وبعد كده ايه بنجيب البصل والفلفل الرومي والحار وهريسة الشطة. زي ما انتوا شايفين كده حابين تحطوا فلفل براحتكم، حابين تحطوا هريسة براحتكم اللي يعجبكم، بس احنا هنحط ايه احنا بنحب الحراق. فزي ما انتوا شايفين احنا شكلنا ايه يعني الفلفل اخضر على احمر على هريسة. زي ما انتوا شايفين طبعا الاخضر والاحمر ده رومي، وحاطين هريسة من الشطة والبصل. انتوا عارفين انه المحشي بيحب البصل كتير، فاحنا ايه زي ما انتوا شايفين حاطين كمية، وكمية المادة الدهنية مناسبة لايه لكمية البصل اللي احنا حاطينها. زي ما انتوا شايفين كده هنسيب البصل لما يدبل، ولكن مش نحمره علشان ايه ما تبقاش حامية او زي ما تكون مسبكة قوي، هنسيبها يعني ايه يدبل على لون ذهبي كده مش هنغمقه. وزي ما انتوا شايفين كده البصلة ابتدت تدبل معانا، وهنحط لها ملح علشان تساعد ايه معانا بالدبلان اكتر. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله يعني ايه المنظر البصل مع الفلفل يعني منظره يجنن، منظره جميل جدا. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده احنا خلاص دبل معانا، وبعد كده ان شاء الله هنضيف ايه الطماطم، بعد كده ايه نسيبها ايه تتسبك براحتها. زي ما انتوا شايفين كده احنا ايه حطينا الطماطم عشان تتسبك، وبعد كده ايه سبناها شوية وحطينا ملح. بنحط الملح احنا في البداية ليه؟ علشان ان هو ايه يساعد معانا ان ايه السوائل تجف بسرعة. وبعد كده ايه بنحط الفلفل الاسمر، ولو كنتوا حابين تحطوا كزبرة ناشفة او كمون مفيش اي مشكلة. فزي ما انتوا عارفين انه المحشي ما بيحبش ايه التوابل كتير، يعني اكتر 3 توابل بيحبها المحشي، وممكن انكم تستغنوا عنهم مفيش مشكلة، بس الفلفل الاسمر ده اساسي يعني، وشوية كمون وكزبرة ناشفة.
والملح، غير كده ما بيحبش. الناس اللي بتحب تحط اي نكهات مثلا او اي حاجة تحط اللي هي عايزاه، بس المحشي علشان طعمه ما يتغيرش احنا بنحط بس التوابل دي. وعلشان نعزز النكهة اكتر ممكن ان احنا نجيب ايه فصين توم فريش، وممكن ان احنا ايه نقطعهم كده في الطماطم او على الرز دي ممكن اقول لك. اما ان احنا نضيف بهارات اكتر من كده لا. زي ما انتوا شايفين كده خلاص الطماطم عندي اتسبكت، وشفتوا ايه الزيت خرج معانا على الوش كده خلاص. زي ما انتوا شايفين كده خلاص ان هو ايه جاهز ان احنا ايه نحط الرز، علشان ايه ان كان في اي مادة سائلة بتنشف. زي ما انتوا شايفين كده ضفنا تقريبا، يعني انت لو انك شايفاها مثلا ايه ان هي اتسبكت قوي معاكي ممكن تضيفي لها شوية سكر عادي، ما يفرقوش بالطعم خالص ابدا. زي انتم ما انتم شايفين كده ما شاء الله عندي الطماطم خلاص اتسبكت ووصلت لاخر مرحلة، يعني ان هي ايه خلاص ما فيش مجال الا غير ان احنا ايه دلوقتي هنفضي الرز عليه، او ناخد مثلا الطماطم ونفضيها على الرز ما فيش مشكلة. بس انا بحب الخطوة ديت علشان ان هي ايه اي مادة، او اذا كانت الطماطم كتيرة علشان ان هي ايه ما تعملش بتفق السوائل في الرز، نحب ان ايه نحط الخطوة ديت الرز وهو ايه على البوتاجاز، علشان اي مادة او اي سائل او اي حاجة زيادة في الطماطم الرز ايه بيشربه. العملية ديت ما بتقعدش الا دقيقتين ثلاثة، يعني ما بتقعدش كتير. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عندي الصلصة او الطماطم حمرة جدا، يعني لو انت حباها حمرة عن كده بتحط لها بابريكا، حابه تحط صلصه مفيش مشكله، بس ولكن احنا بنفضل البابريكا. يعني كده كده احنا بنسبك الطماطم فما فيش داعي ان احنا ايه نحط صلصه اصل لانها مسبكه على مسبك، فبصراحه يعني هتبقى تقيله قوي. فاحنا بنستكفي ايه بالبابريكا الحلوه بتديك اللون اللي انت عايزاه، وحط الكميه اللي انت تحتاجيها منه نكهه ومنه ايه تحمر لك الرز. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنقلب في الرز كده وايدنا فيه على طول، بس علشان هو ايه يتشرب الطماطم الزياده معانا مش يستوي. اصل الناس لو شافت واحنا بنعمل الخطوه دي بتقول لك ده احنا بنساوي ايه الرز على البوتاجاز، ولكن لا ان احنا ايه بنخلي بس الرز ان هو ايه يشرب السوائل وخلاص، والحبايه ممكن تنفش معانا شويه، وده ممكن دي الطريقه ديت اللي إيه احسن حاجه انك تتبعيها في المحشي. ولو حبيتي تسبكي الطماطم اكتر من كده وتاخديها وتضيفيها على الرز مفيش مشكله، بس لو حسيتي ان الطماطم انها جابت اخرها معاكي وان هي زياده ومش حابه ان انت مثلا تعاني منها وعايزه تحطيها على المحشي كلها، اتبعي الطريقه ديت وان شاء الله ايه هتظبط معاكي. زي ما انتم شايفين حطينا شويه كمون وشويه ملح للرز تاني، عشان احنا دقناه لقينا ان هو ايه عاوز شويه ملح. زي ما انتوا شايفين كده احنا مش بنكتر في البهارات زي ما قلت لكم، بدل مرة اتنين وتلاتة، انه ايه المحشي بالذات اذا اتحط له بهارات بيغير طعم المحشي تماما. زي ما انتوا شايفين كده طبعا احنا ايه ما كترناش الملح خالص، ولو حابة ان انت تجيبي مرق من بتاع الفراخ اللي هو الماجي وتحطيه ما فيش مشكلة، ما دام ان انت شفتي الزيت كده خرج على الوش اعرفي ان الرز معاكي تمام مية مية، وايه يعني مثلا خلاص جاهز ان انت ايه تنزليه من على البوتاجاز. خلاص هو شرب السوائل، ومدام ان هو الزيت بس اللي ظاهر خلاص مية مية. زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي ان احنا ايه هننزل الرز خلاص من على البوتاجاز، وبعد كده ايه اي خضرة عندك مثلا موجودة او متاحة فحطيها للمحشي. عندك بقدونس، كزبرة، شبت، تفضلي الثلاثة تحطيهم، ما تفضليش الا نوع نوعين منهم اي حاجة، ومش شرط تحطي كتير او قليل، يعني ان كانت كتيرة ولا قليلة كلها بتدي طعم. فانا بشوف ناس بيقولك لا لازم يعني خضرة المحشي تبقى كتيرة، لا مش شرط، يعني ممكن ان انت تظبطي الخلطة كويس وتحطي لك مثلا ايه حزمة من كل حاجة صغيرة كده هيدي طعم ونكهة. احنا عايزين نستفيد ايه بطعم الايه الخضار. اول حاجة زي ما انتوا شايفين كده ان احنا ايه بنجيب الفلفلاية بنقطعها زي ما انتوا شايفين كده الجمع من فوق، وبعد كده نطول القلب اللي فيها، وبعد كده نغسلها وننضفها ونحشيها، ولكن لا ما نكبسهاش خالص علشان تعرفين الفلفل لا بياخد وقت في السوى ولا انه مثلا ايه بياخد رز كتير. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل في البتنجان نفس الكلام ده، وبعد كده هنحطه في حله على البوتاجاز، وانتوا عارفين الفلفل لما نزود له العقد بتاعه مش بياخد ايه
شوربة خالص، يا دوب ان انت بس تقلي في الحبيات، ويا دوب تحطي شوية صغيرين كده في ايه في الحلة. الفلفل بالذات من دون عن المحاشي مش بياخد سوا ولا بياخد اي حاجة خالص. وهنعمل بالبتنجان نفس الكلام، بس هنزود شوية في البتنجان علشان ايه بياخد ايه سوا، بس ما نكبسهوش. زي ما انتوا شايفين كده هنعمل الملوخية. احنا ايه عندنا راس توم كبير، إيه زي ما يكون ايه احنا مقطعينه تقطيع ناعم. هنجيب حلة ونحط فيها زيت على البوتاجاز، هننزل ايه ربع الكمية بتاعت التوم الربع، ونديها ايه تحميرة او تشويحة او لون، او مجرد ما تشوفي ايه الريحة طلعت عليكي كده. إيه طبعا حبيت تضيفي لها كزبرة ناشفة مفيش مشكلة، ما حبيتيش ده اختياري، ده مش الكل ايه بحب ايه الكزبرة، بس هي بتساعد على انه مش يعني انا مش شايف انها بتدي نكهة يعني ولا حاجة، بس بحس ان هي ايه بتخلي التوم مش بيلزق في الحلة. زي ما انتوا شايفين كده احنا ضفنا الشوربة. طبعا الشوربة دايما خلي بالك ان انت ايه ما تكتريش، انت لما تحتاجي للملوخيه وتزوديها شوربه احسن من انها تيجي ايه يعني خفيفه وما تعرفيش هتجيبي ملوخيه منين. زي ما انتوا شايفين كده ان احنا ايه حطينا شويه الشوربه. طبعا انت شايفه الشوربه مش دسمه معاكي وحبيت تحطي لها ماجي او من البهارات بتاعه الفراخ اللي هي المجففه او التانية اللي بتيجي مكعبات مفيش مشكله. طبعا ايدك هتفضل بالملوخيه علشان ان هي ايه تتجانس كلها مع بعضها، وبنفس الوقت احنا بنحب كلها عرق كده تمط. طبعا ايه زي ما انتوا شايفين كده هي مش بتاخد وقت على الغاز خالص ابدا، هي زي ما انتوا شايفين كده تقعدوا تحركوا فيها هتبين معاكي ان هي ايه جهزت، هتلاقي المطه ماسكه في المطه على طول، يعني ايه مش عايزه كلام. لقيتيها خفيفه معاكي تزوديها شوربه سخنه، مش شوربه بارده، لا شوربه سخنه كانها كلها على البوتاجاز، وتزودي حبه بحبه لما تحصلي على القوام اللي انت عايزاه. وزي ما انتوا شايفين كده المطه كل ما فيها ايه بتزيد، والملوخيه بتتقل ولونها ايه بيفتح وتبقى خضره معانا مية مية. إيه زي ما انتوا شايفين بيقول لك اللي بتغطيها تسقط منك، اللي بيقول لك مثلا تسود منك، انا ما شفتش الكلام ده خالص بصراحه. الملوخيه لما تكوني عاملاها مية مية وكل حاجه ظبط فيها بصراحه ما تفرقش فيها ان هي تسقط او ان غطاها ومش عارفه ايه، هي الملوخيه بتسقط منك علشان ان انتي بتكوني مكتره الشوربه، فبتلاقي الملوخيه بتبقى خفيفه وبتسقط في الارضيه، هو ده الكلام. اما ان انت تقولي تغطيها وتلاقي الملوخيه سقطت منك ابدا خالص ما فيش الكلام ده ابدا. زي ما انتوا شايفين كده الملوخيه ما شاء الله جهزت معانا، وهنحمر لها باقي التوم ونحط لها اياه اللي هي ايه الطشه. زي ما انتوا شايفين كده هنحط لها مثلا كزبره ناشفه احنا بنفضلها، وزي ما قلت لكم ان هي ممكن تدي نكهه بس مش بتفرق يعني حتى لو استغنينا عنها. ايه انا زي ما قلت لك ان هي ايه بتساعد على ان التوم مش بيلزق في الطاسه او في الحله اللي احنا بنحمر فيها. ما شاء الله بصوا المطه كل ما فيها بتزيد وبتنزل كلها مره واحده كده، ايه الملوخيه بقت تمام معانا. زي ما قلت لكم عادي غطوها مفيش مشكله، او اركنوها مثلا نص غطا زي ما انتوا عايزين، عمرها ما تسقط منك طالما انه مش الملوخيه مش خفيفه خالص معاكي، خفت معاكي بتسقط في الارضيه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله بصوا بصوا العرق يعني حاجه خيال، بصوا ازاي ابتدت ايه تقلب معايا، تقلب مش تغلي يعني ابتدت تقلب معايا. طبعا لو حابين تشيلوا الريم اللي بيطلع ده شيلوه، ولكن في ناس ما بتشيلوش بتقول لك احنا بنحب المطه ديت يعني مطه زياده في الملوخيه. وزي ما انتم شايفين ما شاء الله علينا طبقنا جهز النهارده، البتنجان والفلفل زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بصوا احنا علشان ما كبسناش الرز في حبايه البتنجان او في حبايه الفلفل، بصوا ازاي الرز طلع على ايه معانا فوق، عمل زي قمعه كده او زي منظر كده ما شاء الله، يعني منظره يفتح النفس. بصوا ما شاء الله يعني حاجه روعه. إيه هاي الملوخيه زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها لا سقطت مننا ولا اي حاجه خالص، والفراخ زي ما انتم شايفين حمرناها تحمير بالزيت. هاي زي ما انتم شايفين كده دي كانت طبختنا النهارده، طبخه بسيطه يعني دي انا عارف الكل بيعمل المحشي والكل شاطر ومبدع وكل واحد له طريقه، بس ولكن في ناس صغيرين كده بنات مبتدئات او ممكن يكونوا كبار ومش عارفين يعملوه ازاي، او ممكن يكونوا متعودين على طريقه ممكن يلاقوا الطريقه دي احسن، او ممكن مثلا ايه كانوا بيكبسوا البتنجان مش بيظبط معاهم او الملوخيه مش بتظبط معاهم. احنا حاولنا ان احنا قد ما نقدر مشينا معاكم خطوه خطوه علشان ايه اي حد يفوت يشوف الفيديو ده يستفيد منه على قد ما يقدر. زي ما انتم شايفين كده المره الجايه ان شاء الله هنعمل معاكم الفراخ المحشيه
وازاي تعمليها وازاي تظبط معاكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.